السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. هذه صالة التدريب اللي جينا فيها 3 أيام. هذه فعالية هنا سويناها، هذه عطور لنا غالية، سدين، روزية نوار، مشاعر ذهبي. هذه ما شاء الله السبورة الذكية من هواوي، سبورة ما شاء الله باللمس. طبعا إذا حركتها تتغير الشاشة، شايف؟ طبعا هي سبورة ذكية، إذا حركت فوق إذا حركت فوق وتحت تتنقل بين الشرائح. طبعا هذه كانت فعالية، يعني اللي شاف خدمة استثنائية جيدة هنا، اللي شاف خدمة استثنائية سيئة من أي فرع، من آخر تجربة لك شراء، ما في تجربة شراء لك، الخدمة الاستثنائية ممتازة هناك. هذه منتجاتنا، الله يبارك فيها يا رب، الله يوفقنا يا رب، يوفق المسلمين والمسلمات، وإن شاء الله من أحسن لأحسن في نخبة العود أو في غير نخبة العود، وعسى الله يحقق أحلامنا وأمانينا ويفرحنا إن شاء الله، ويفرح المسلمين والمسلمات. الله يوفقنا ويوفق المسلمين والمسلمات لما يحب ويرضى. هذا على أساس أنه جهز نقاط البيع. هذا الكرسي حقي، الزملاء راحوا يتغدوا وبرجعوا بإذن الله عز وجل. أي والله الحمد لله يا رب على كل حال. طيب خلونا نجيب لنا قهوة. شوف فوق أمريكا، قهوة أمريكية وإسبريسو، كافي لاتيه، كابتشينو، كافي موكا، شوكولاتة ساخنة وشوكولاتة بالحليب، آخر شيء موية حارة. طبعا ترفع السكر، هذا السكر تزيده أو تنقصه، طبعا بتزيد زي كذا عشان لأنه طعم القهوة الصراحة، لأنه طعم القهوة مرة بطلع. يعني يلا يلا أنت ترفعه، يلا 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 يزبط. طب إيش نأخذ؟ مسك الختام، خليه يكون كافي موكا، كافي موكا. مشكور العمل ننظف المكينة وعبارة مويه وحليب وذا. ساتر كده خلاص. طبعا القهوة هنا قهوات ثابتة تنطحن، طبعا هي تنفتح من هنا، هي تنفتح من هنا، بس ما ودي يعني حاجة ما يبدي، ما ودي افتحها ولا اقرب منها، ولي تنفتح من هنا وجوه الماكينة بتنظفها وترتبها على كيف. الحمد لله كانت القهوة اللهم صل على محمد سيئة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوه هذا العطر تحفة من نخبة العود، تحفة تحفة فنية، أحبه كثير. وخلينا ناخذ صورة للأخير اللي هو السمو. إيه هذا السمو، هذه قهوتنا. نقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون السكر فيها ضابط، مو إني أروح أعبي ثاني مرة وأمسح ثاني مرة، أعبي ثاني عفوا أعبي سكر وأخلط. خلوني أغسل يدي وأروح أكل مع الشباب. الله يبارك فيك.
ما شاء الله تبارك الله. وكذا نحن كذا نطلع من مركز التدريب. طيب استودعكم الله وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت تجربة حلوة. الله يديم التجارب الحلوة والأيام الحلوة. ونحمد الله وأثني وأشكر الله سبحانه وتعالى على هالأيام الجميلة وعلى اليسر اللي صار وعلى اليسر إنه يعني حتى لو مثلا صار لي يعني شيء موقف كذا أخرني عن الدوام، بس من ربي تتيسر وأوصل الحمد لله الأمور تمام، لا خصم ولا مشاكل، والحمد لله ناس طيبة، حتى من اللي أتدرب معاهم ناس طيبة وناس محترمة الحمد لله، يعني اللي جمعني على خير وخلاني عايش في هالحياة على خير والأمور طيبة الحمد لله. والله يرزقك يا عزيزي المشاهد أو المشاهدة من واسع فضله ولا يحرمكم الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.